قلل حتة اللحمة دي مشكلة، نذبح في العيد، نذبح في المناسبات، بنستسهل ونعملها فتة، نضمن إن هي استوت في مية. لا، تسوية اللحم في مية أو مع على الحلة في النار غير تسوية اللحم في طاسة، غير تسوية اللحم على الفحم، غير تسوية اللحم على الحطب، وهكذا. هنا بيفرق حتة اللحمة في التسوية وفي الطعم. طب أيهما حتة اللحم اللي ما تاخدش وقت كبير في السوى معانا؟ الله، وانت بتحب أي حتة لحمة يا عم الشيف في الدبيحة، إذا كانت ضاني ولا كندوز؟ أنا أحب دايما بيت الكلاوي والرقبة، حتة ملبسة كده فيها كل التفاصيل، سبحان الله. وعاشق للرقبة مع الورق العنب ما أقولكمش. تعالوا مع بعض، معانا شرايح من اللحم الكندوز لطيفة وجميلة، هنعملها مع بعض مشوي بالبصل على طريقة المغازي بطريقة بسيطة وسهلة، وهتاخد وقت كبير، فعشان كده هنبدأ بيها. المقادير على الشاشة. ايه حتة اللحمة الحلوة دي؟ حلو، لسه طازة جاية من عند الجزار، ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا زبدة، معلقة فلفلة حلوة، ونشوف التفاصيل مع بعض. ما تنسوش الروزماري والزعتر. أول حاجة هعملها أجهز التتبيلة بتاعة اللحم. بنجيب بايركس زي ده كده، ولما تيجي تسوي اللحم مهم جدا انك انت تكون الطاسه سخنه او درجه حرارتها عاليه، فانا عشان كده حاطط الطاسه في الفرن بتسخن. شوفي بفكر فيها، هو ده بتسخن طاسه. بس بالله عليك مخرجنا الجميل تجيبها، دايما بتشوي برجر، بتشوي كفته للاولاد، لازم الطاسه تكون سخنه. هنجيب البصل الحلو ده كده، ونجيب المبشره اللطيفه دي كده. حلو، الله، وشوف انا هشتغل ازاي كده. عايز شويه ميه بصل حلوين كده، بحط عليهم معلقه خل. شوف البصل ده طبعا لازم عشان تستخدميه لازم تبشريه في الحال وتشتغلي بيها. انا عايز شويه ميه بصل استقطبهم من البصلايه بتاعتنا الجميله، لتفرق في حته اللحم على فكره. دي بقى اللي هي الايه، الطريقه البيت الحلوه. مفيش جزار ولا في واحد بتاع محل مشاوي هيقعد يبشر لك الجزره كده والجو ده خالص، هو بيجي مقطع البصل وحاططها على اللحم وسيبها تتبل. انما انا عايز حته اللحمه اول ما بتشرب ميه البصل الطبيعي ان لونها بيتغير، ويا سلام لو حطيت عليها معلقه خل. هنيه ديت، هو ده وده، اي خدمه حبيبي. تمام، انا كده عايز شويه ميه بصل. جيبين لي مبشره بطيئه. حلو، ناخد دي كمان. مهم جدا وانت بتبشر البصل تخلي بالك اوعي تعوري ايدك. انا وانا صغير اتعورت ايدي من المبشره دي، عشان كده حريص منها. او صباعك يعني. حلو، نشيل دول مش عايزهم. معانا طماطم يا عم الشيف، حبيتين طماطم حلوين عشان تبشريها وتطلع معاك بسرعه، تقطعها نصين كده تاخديها على المبشره كده. مش عايز الجلد، انا عايز الميه بتاعت الطماطم. شوف الموضوع بسيط ازاي، الجلدة مش عايزها، نفس القصة. ونجيب اللحمة بقى، ريش، كندوز، رقبة، تشوي، بيت كلاوي، هي المدرسة واحدة. أهم حاجة إن الجزار يكون راضي علينا ومدينا حتة لحمة حلوة. خدنا الطماطم دي بالشكل ده كده، الله، حلوة أوي. هنعمل ايه يا عم الشيف ده كده؟ مش عايزينهم بقى خلاص، خدنا اللي احنا عايزينه منهم ونخلي دول على جنب. نبدا نحط هنا معلقه معجون طماطم مع توم ناعم على قلب الخلطه دي. طريقه سهله، بس توم مفروم كده ناعم، معلقه صلصه طماطم صغيره بالشكل ده كده، الملح بتاعنا. وكل ما تقللي البهارات يا ست الكل يا ست الحبايب في شوي اللحم، كل ما تعرفي اللحم دي نوعيتها ايه،
وتعرفيها اذا كانت طازه ولا مش طازه. خلي بالك فلفل اسود وشويه الملح وشويه زعتر، طبعا مش هنحط لا كمون ولا كزبره، حته اللحمه دي بريئه من الكمون والكزبره. انا مش بعمل طاجن باميه، ده زعتر، خل وزيت زيتون، ونمسك حتة اللحمة ندلعها كده في التتبيلة البسيطة السهلة دي، واللي يبقى من الخلطة دي عندك بتشربي بيها اللحم. ممكن تحط خل بلسابك إذا أنت حبة. حلو، هناخد التتبيلة الحلوة دي كده بالمضرب. الله، شفت القوام ده؟ الله، خلطة بسيطة وسهلة، أنا عملتها قدام حضراتكم واحدة واحدة. يهمني إن أنا أبشر الطماطم، مش عايز الجلدة بتاعتها. يهمني إن أنا أبشر البصلة. أهي. وبشرتها ببشرة ناعمة، فعشان كده خدت وقت. عصرة ليمون وقليل من السكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ بيكرمل حتة اللحمة ويساعد على تسويتها سريعاً. أهي. ونقلب. شفت الخلطه دي؟ اوعي بقى تحطي لا كمون ولا كزبره ولا التوابل دي اللي تسرق منك الطعم، كانك بتاكلي ايه توابل، خلي بالك ده مطلوب. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل القصه هاخد حته اللحمه ديت، بص على حته اللحمه دي كده، الله، اهي شفت دي؟ جزار حبيبنا، اهي شفت ملبسه ازاي؟ التفاصيل في حته اللحمه هناخدها كده ونضغط عليها بايدينا، ونفس القصه، اللهم صل على النبي. جزار حبيبنا قال لي يا شيف بص محظوظ اهو، وفي نفس الطريقه كده اتغيرت لون اللحمه اهو، واسيبها في التتبيله الحلوه دي يا ست الكل، واضغط عليها بايدي كده تقوم حته اللحمه تشرب التتبيله، على ما نجهز الجريلا اللي هنشوي عليها، ونتكلم على ادوات شوي اللحوم، اذا كانت جريلا اذا كانت شوايه، ده مهم جدا التفاصيل دي. جبت جريلا ربنا كرمك وجبتيها، لازم تجيبي نوعيه الحديد بتاعها اسمه الحديد الزهر ليس المطاوع. ليه يا عم الشيف؟ الزهر يحتفظ بدرجه الحراره وبياخد وقت على ما بيسخن، بس لما بيسخن بيسخن خلاص، بياخد الوقت بتاعه وبيدينا حته اللحمه مشويه بالطعم بتاعها بالجوس بتاعها، ده مطلوب. انا تبلت اللحم مع حضراتكم واحده واحده، في العادة بنطلع باللحمة متبلة، لا أنا طلعت بيها وتبلتها مع حضراتكم، حتى المبشرة خدت وقت هخليها هنا على جنب. حلو؟ طيب. لو أنا خدت حتة اللحمة دي، إيه الصورة الحلوة دي؟ لو أنا خدت حتة اللحمة دي شويتها دلوقتي بظلمها، دي على الأقل تقعد لها ساعتين بالأمانة يعني، بس إحنا مش هنقعد ساعتين، إحنا عندنا شغل تاني وعندنا التزامات أخرى، فخلونا نبقى عارفين إيه الصح اللي بنعمله، ولكن إحنا مع بعض بنشتغل. دي علشان تاخد الطعم البسيط السهل اللي انا تبلته تاني، ميه البصل مع عصير ميه الطماطم مع الملح والفلفل وشويه الزعتر ومعلقه من الخل وقليل من الليمون، انا تبلت والملح طبعا بنخليها كده على جنب لمده ساعتين في التلاجه، مش اقل من ساعتين. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اللي يقلقك من حته اللحمه ان لونها يتغير الخل، غير الخل لا، تبقى حته اللحمه فيها مشكله. لا الزيت ولا التوابل ولا مية البصل ولا مية الطماطم يغير من لون وطعم اللحمة وشكل اللحم، هو الخل. فلازم نوعية الخل تكون نوعية لطيفة وجميلة. هنخليها كده زي ما على جنب، تعالوا نفتح الفرن نشوف أخبار الطاسة اللي هنشوي فيها. لازم تكون شديدة الحرارة، والأطفال ما يقفوش جنبك في المطبخ، هي هنا سخنة جدا. الله، نحطها هنا. حلوة أوي. ونبدأ نحط هنا يا عم الشيف قليل من الزيت. شفت ازاي وهي سخنة الزيت بينزل عليها ازاي؟ ونجيب اللحمة جنبينا والزبدة في ايدينا. تخلي بالك دي مهمة جدا، ما تسيبيش الزبدة بقى على النار علشان ايه؟ ما تتحرقش. وانا شغال كده، اللهم صل على النبي. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله،
واخد حته اللحمه. الله على الريحه، الله على الجمال، بص على الحلاوه دي بالله عليك. بص هو ده نفس الموضوع. الله، يلا بينا يلا بينا. سيبها على النار، اوعى التتبيله دي، خلي بالك عايزها. اللحم المشوي مدرسه من مدارس الطهي اللي تقدري تبيني فيها خبرتك الطهويه، مهارتك الطهويه، شطارتك في المطبخ، براعتك جوه العائله الكريمه، انك انت احسن حد يعمل لحم مشوي مستوي غير المسلوق. المسلوق ده بنعمل بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والقرفه والحبان، والميه تغلي ننزل باللحم ونسيبها تستوي. فدي مدرسه تانية خالص، نعملها كبسه بقى، نعملها طاجن باميه باللحمه الضاني زي ما انت عايزها. اللهم صل على النبي. زي ما انا شغال كده. حلو الكلام؟ معانا التتبيله بيتها. بعمل ايه كده؟ بشيل حته اللحمه دي كده هنا، واحطها فوق دي كده هنا. تعالي يا ست الكل كده. وناخد الخلطه دي كده. الله. دي مدرسة بقى. عينيا يا فندم، والله بالله عليك انت جيت في وقت غير مناسب وتقول لي كده. قال لك عايزين نفنش يا شيخ، عايزين ننهي. يا راجل دي لحظة ولادة السعادة. لحظة ولادة يعني صاحبة السعادة لحتة اللحمة. يا عمري والله لو هتحبسني يعني مش هخلص خالص دلوقتي غير لما اعمل اللي انا عايزه فيها. ده كلام، شفت انا بعمل ايه؟ دي مدرسة، شفت انا بعمل ايه؟ لسه، شفت انا بعمل ايه؟ اهو. شفت انا بعمل اهو. دي شقاوة دي. لا في كتاب ولا في كراس، ده في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. يلا بينا. سابع، نجهز طبق التقديم. اللهم صل على النبي. دي عايزة طبق حلو قوي. لا طبق ده نينون، هو ده. الله أكبر. زي ما انا شغال كده. عينيا، شفت الصوص ده كده؟ بص على الصوص والقوام بتاع الصوص. اشيل الزعتر ده، انا مش عايزه. حاضر يا فندم، والله بالله عليك ما تزعلني منك. واسيبها كده تاخد غلوه الصوص ده كده. يا ويلي، واشيل الزعتر ده، انا مش عايزه. وناخد بعضينا ونجيب الطبق الحلو ده كده، ونيجي هنا كده ناخد حته اللحمه دي نغرفها كده. اللهم صل على النبي. تستاهل ولا ما تستاهلش بقى؟ قول لي انت. اهو الصوص الحلو ده اللي عايز شويه رز ابيض، ننزل بينا كده سخنة الحلة، خلي بالك زي ما هما كده، مش هنصفيه زي ما هو. الله. شفت ازاي؟ الله، لحم مشوي بالبصل المكرمل.